يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله سلام عليك يا فرحه الزهراء وسرورها سلام عليك يا بهجه قلبها وحبورها سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها سلام عليك يا بحر علمها وطورها سلام عليك يا باب حكمتها وسورها سلام بجوامع السلام يا ابن القيمه فاطمه ما دام ليل او نهار وانتم سلام عليكم برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول الحلقة السادسه والسبعون بعد المئتين يا امام شوقي, شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك عطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك اعطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام اني في انتظارك على طول محطات الطريق تفرق الجميع المغادرون غادروا الى حيث يغادرون والقادمون في انتظارهم مستقبلون معهم سيذهبون وستبقى محطات الطريق فارغة سألتحف الفراغ وغربة الأيام هم تضحك أيامي وأشوف أنك أم تضحك أيامي وأشوف لو حزن, لو حزن أسود, أسود. يظل طول الطريق, الطريق. الدرب, الدرب مو حش يا إمام مو حش مو حش يا إمام الدرب مو حش يا إمام لا صديج ولا رفيق سابقى اودع المغادرين واستقبل القادمين على امل ان تعود ونلتقي الى متى الى متى احار فيك يا مولاي وإلى متى وأي, وأي خطاب خلابة. أصف فيك وأي نجوى عزيز, عزيز علي يا امام عزيز علي عزيز علي, علي. أن أجاب دونك وأناغا عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا هل اليك يا ابن احمد سبيل فتلقى هذا هو الجزء الثاني والعشرون من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضيه المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم بعد ان اكملت حديثي في النبوءه الجفريه والنبوءه الدينيه والنبوءه البشريه فتحت حديثا معكم في الحلقه الماضيه حدثتكم فيه عن المنافذ التي يخترق المشروع الابليسي الشخصيه الشيعيه من خلالها في مواجهه وحرب مفتوحه مع المشروع المهدوي الحرب قائمه ما بين المشروع المهدوي والمشروع الابليسي وجزء من هذا الصراع يمر عبر المنافذ التي يخترقها المشروع الابليسي من خلال الشخصيه الشيعيه في الحلقه الماضيه تقدم الجزء الاول من حديثي في هذا الشان وساكمل في الجزء الثاني ما لم استطع ان اكمله في الحلقه الماضيه وهذا هو الجزء الثاني وصلت معكم الى ما قاله امامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه وقد قرات ذلك عليكم من كتاب تحف العقول لابن شعبه. هذه الطبعه طبعه مؤسسه الاعلمي بيروت لبنان صفحه 325 امامنا الرضا يقول: لا يكون المؤمن مؤمنا المؤمن بشكل موجز وسريع هو الذي بايع ووفى ببيعه الغديرين هذا هو المؤمن ولا يوجد شيء اخر اقول للذين تابعوني في مجموعه حلقات اعرف امامك هناك عرفت الشيعي والشيعي هو المؤمن عرفت الشيعي الشيعي هو العارف بامام زمانه ولن يكون عارفا بامام زمانه ما لم يكن قد بايع ووفى ببيعه الغديرين مراد من بيعه الغديرين الغدير الاول غدير امير المؤمنين والغدير الثاني غدير قائم آل محمد البيعة من جهة هي واحدة ومن جهة أخرى بيعتان فبيعة الغدير في أصلها بيعة مع الله وبعد ذلك هي بيعة مع رسول الله وبعد ذلك هي بيعه مع امير المؤمنين وبعد ذلك في زماننا هي بيعه مع قائم ال محمد المؤمن هو الشيعي والشيعي هو العارف بامام زمانه وهو الذي بايع ووفى ببيعه الغديرين بالغدير الاول وبالغدير الثاني لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال سنه من ربه وسنه من نبيه وسنه من وليه تتذكرون ما ذكرته لكم في الحلقات الماضيه ودائما اردد هذه الكلمه انها كلمه امامنا الصادق صلوات الله عليه في روايه التقليد حينما يتحدث عن ان اكثر الشيعه سيذهبون الى الضلال بسبب اكثر مراجع التقليد عند الشيعه زمان الغيبه الكبرى ثم يقول امامنا الصادق لا جرم ان من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعه انه لا يريد الا صيانه دينه وتعظيم وليه هذا هو الذي سينجو سيخلصه الامام من ذلك المرجع الشيعي الذي يصفه بانه ملبس كافر سيخلصه ليس الحديث عن خلاص هذا المؤمن ولكن ماذا يريد انه لا يريد الا صيانه دينه وتعظيم وليه هذا هو المؤمن الذي يتحدث عنه إمامنا الرضا صلوات الله عليه لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال سنة من ربه وسنة من نبيه وسنة من وليه فاما السنة من ربه فكتمان السر. واما السنه من نبيه فمداراه الناس. واما السنه من وليه فالصبر في البأساء والضراء. اذا دققنا النظر في هذه الخصال فإنها الماده التي يحتاجها الممهد لامام زمانه. الإمام لا يتحدث عن أخلاق يحتاجها الإنسان في العمل التجاري مثلا. لا يتحدث عن أخلاق يحتاجها الإنسان في طلب العلم مثلا. قطعا هذه الخصال مطلوبة مطلوبة حتى في العمل التجاري وفي طلب العلم. وفي تسيير وتدبير امور العائله والجيران والاقرباء لكن ذلك ياتي في حاشيه الموضوع هذه الخصال يحتاجها الممهد لامام زمانه الذي برنامجه في الايه المئتين بعد البسمله من سوره ال عمران وهي اخر ايه فيها يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا على دينكم صابروا اعداءكم ورابطوا امامكم الذي برنامجه هو هذا يحتاج هذه الخصال. فاما السنه من ربه فكتمان السر. واما السنه من نبيه فمداراه الناس. واما السنه من وليه فالصبر في البأساء والضراء. المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يكون ممهدا لامام زمانه الكلام واضح المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يكون عاملا بالقانون الاول من قوانين الغيبه والظهور هذا القانون الذي مر الحديث عن الآيات تحدثت الروايات تحدثت الزيارات والادعية تحدثت عنه يوم لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا هذا المضمون ورد في الآيات وورد في الروايات وورد في الزيارات وورد في الأدعية الشريفة هذا هو القانون الأول في زمان الغيبة وزمان الظهور الذي لا ينطبق عليه مضمون هذا القانون في جهته الايجابيه وانما ينطبق عليه القانون في جهته السلبيه لن يكون موفقا لنصره امام زمانه وتلك هي الخيبه تلك هي الخيبه الانسان ان ادرك عصر الظهور وان لم يدرك الذي سينتفع منه بعد موته الموت لا بد ان ياتي نحن نتحرك باتجاه الموت الموت لا يتحرك باتجاهنا نحن الذين نتحرك باتجاه الموت كلما قضينا شطرا من زماننا كلما اقتربنا من الموت الموت امامنا ونحن نتحرك باتجاهه نحن ذاهبون الى الموت ما بعد الموت ليس هناك من شيء ينفع الانسان كخدمه امام زمانه الشيعه الذين ماتوا وهم في قبورهم الان ولم يوفقوا لخدمه امام زمانهم بودهم ان يوصلوا لنا هذه الرساله من ان خدمه امام زمانكم هي التي ستنفعكم اكان ذلك في عصر الغيبه ام في عصر الظهور وخائب هذا الذي يستطيع ان يخدم امام زمانه ولا يبادر الى ذلك خائب هذا خائب 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 اعظم الحظ ان يجد الانسان مجالا لخدمه امام زمانه هذا الكلام أقوله لكم لا على سبيل الإنشاء هذه الحقيقة التي لمستها عبر عقود من الزمن في حياتي وأنا أعيش ما بين كلماتهم ما بين كلماتهم في قرآنهم المفسر بتفسيرهم ما بين زياراتهم وادعيتهم التي عاشرتها وعاقرتها وعانقتها وتواصلت معها طويلا طويلا الزبده التي خرجت بها النتيجه التي وصلت اليها اذا كان هناك من شيء له قيمه في هذه الحياه انه خدمه امام زماننا بقدر ما نستطيع لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال سنة من ربه وسنة من نبيه وسنة من وليه فعليه ان يعمل لايجادها ان لم تكن متوفرة فيه قد يكون بعض المؤمنين بطبيعته يتحلى بهذه المواصفات ولكن قد يكون البعض لا يتحلى بكل هذه الصفات ربما يتحلى بواحدة ويفتقر الى البقية عليه ان يتطبع ان يحقق هذه المعاني في نفسه هذا هو بنفسه جزء من التمهيد علينا ان نمهد انفسنا لامام زماننا نمهد انفسنا كي نقوم بالتمهيد لمشروعه العظيم طامه كبرى ان نكون سببا في الغاء السيناريو الثاني سيناريو القرابين الذي في اخره ستاتي العلامات خيبه كبيره وفشل كبير وحسره ستبقى قبل الموت وبعد الموت حسره كبيره في العقول والقلوب من أننا كنا سببا في إلغاء السيناريو الثاني وحينئذ سيتحرك الواقع الشيعي وفقا للسيناريو الثالث وهنا سيتأخر الظهور الشريف سيتأخر الظهور الشريف ونكون نحن سببا في ذلك لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال سنه من ربه وسنه من نبيه وسنه من وليه فاما السنه من ربه فكتمان السر واما السنه من نبيه فمداراة الناس وأما السنة من وليه فالصبر في البأساء والضراء هذه الخصال الظاهرة إذا ما توفرت في المؤمن إن كانت قد توفرت عنده بنحو طبيعي ولكنه رسخها وقومها وعمل بها او انه وفرها في ذاته تطبعا ورسخها وعمل بها هذه الخصال تنتسب الى جذر تكويني معنويا في التكوين الروحي للشيعي للمؤمن الذي لا بد ان يكون مؤمنا لا يكون المؤمن مؤمنا هذه الجذور التي هي جذور الطينه في تكوينه هي التي تمثل هويه المؤمن هي التي تشكل اسمه الحقيقي هذا الاسم الذي سمتنا به امهاتنا سمانا به اباؤنا سمانا من سمانا من الناس هذه اسماء الدنيا الاسماء الحقيقيه هي تلك الجذور الطينيه التي تنتمي اليهم وبنحو مباشر التي تنتمي الى امام زماننا فكل شيعه ينتمون الى امام زمانهم الاسم سمه والسمه علامه وكل شيعي له علامة من امام زمانه له سمه من امام زمانه نقرا في ادعيه ليله النصف من شعبان انا اقرا عليكم من مفاتيح الجنان الكتاب الذي في بيوتكم في اعمالي ليله النصف من شعبان هناك صلاه وهناك دعاء اذهب الى موطن الحاجه الذي اريد ان اشير اليه فماذا نقرا في هذا الدعاء اللهم اني اليك فقير ومن عذابك خائف مستجير اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي الى اخر الدعاء موطن الشاهد هنا اللهم لا تبدل اسمي هل الحديث عن هذا الاسم الذي يكتب في شهاده الميلاد مثلا او عن الاسماء المستعاره التي يستعملها الادباء الكتاب الفنانون السياسيون او هي الاسماء التي يستطيع الانسان ان يغيرها في الوثائق الرسميه اذا اراد ان يغير اسمه فما هو المراد اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي هناك ترابط بين الاسم والجسم ومثلما ترتبط الروح بالجسم ويرتبط الجسم بالروح وما يطرا على الجسم يؤثر على الروح وما يطرا على الروح يؤثر على الجسم من هنا الطعام الحرام يؤثر على الجسم وحينئذ سيؤثر الجسم على الروح المؤمن اذا ما ارتكب الزنا في حال ممارسه الزنا الروايات تقول من ان الايمان سيفارقه الممارسه الجنسيه ممارسه جسميه وفيها جنبه عاطفية هناك جنبه عاطفية مردها الى النفس وليس الى الروح الانسان يتالف من روح ونفس وجسم الجسم هو المادة التي نعرفها والروح الجانب المعنوي الذي له مادته المعنويه هناك ماده ماديه وهناك ماده معنويه الجسم نحن نعرفه والروح هي سر الحياه في ذلك الجسم النفس اين النفس وجود برزخي وجود رابط كما يقال في الفلسفه والعلوم العقليه وجود يتحقق من تمازج الروح مع الجسم فحينما تتمازج الارواح مع الاجسام تتولد النفس وحينما تنفك الارواح عن الاجسام فليس هناك من نفس لان النفس تتولد من امتزاج الروح بالجسم موطن الشهوات موطن الشهوات ليس في الجسم الجسم اله للشهوات وليس في الروح الروح طاقة الشهوات هي التي تمكن الإنسان من تفعيل شهواته في الحلال أو في الحرام فالجسم آلة والروح طاقة إذا أين تتحقق الشهوات تتحقق الشهوات في النفس من هنا جاء وصفها في القران من انها تاره توصف باللوامه واخرى بالاماره انها الاماره بالسوء واخرى بالجزوعه وهكذا حالاتها متقلبه متغيره فكل هذا يجري في ساحه النفس وليس في الجسم بما هو جسم الجسم بما هو جسم اله والروح بما هي روح طاقه فحينما تنفذ الطاقه في الاله في الجسم تتولد النفس الجسم حينما يكون اله في الممارسة الجنسية المحرمة مثلا الطاقة من الروح لكن الذي ينفذ الشهوة ويتحسس لذتها ان كان في الممارسة الجنسية او في اي شيء اخر له من لذة او بهجة انها النفس الانسان في هذا الحال كما تقول الاحاديث الشريفه في حال الممارسه الجنسيه المحرمه الزنا الايمان يسلب منه لو مات على هذا الحال لن يموت مؤمنا لانه خلي من الايمان لكنه لو اتم ممارسته الجنسيه المحرمه هذه قد يعود الايمان اليه اذا ما احس بالندم وتاب عن ذلك يعود الايمان اليه فالمؤمن يزني ولكن حينما يزني يفارقه الايمان هذا مثال مثال من الامثله التي حدثتنا الروايات والاحاديث الشريفه بخصوصها حينما يتغير الجسم تغيرا سلبيا ينعكس هذا على روح الانسان من خلال نفسه وحينما يتغير تغيرا ايجابيا ينعكس هذا على روح الانسان من خلال نفسه الجسم يتواصل مع الروح من خلال النفس والروح تتواصل مع الجسم من خلال النفس من هنا فان الروح لا توصف بانها اماره بالسوء والجسم كذلك النفس توصف بانها اماره بالسوء الروح لا توصف بانها لوامه ولا توصف بانها مطمئنه إنما هي النفس وهذا أدل دليل على المعاد الجسماني لأن الإنسان لن يستطيع أن يكون إنسانا كاملا إلا بالتقاء الجسدي بالروح عبر النفس من اقوى الادله على المعاد الجسماني هذه الحقيقه قطعا هذا الموضوع خارج عن بحثنا والا فهو بحاجه الى تفصيل لكن هذا يعيدني الى الحقيقه التي حدثتكم عنها وأنا أحدثكم عن النبوءة البشرية من أننا نستطيع أن نعتمد المنطق الذاتي في معرفة الأشياء فإذا أردنا أن نطبق ذلك الكلام على الذي نحن فيه على الإنسان بما هو إنسان يتكون من جسم وروح ونفس هذا التكوين اذا تدبرنا فيه هو ادل دليل على المعاد الجسماني لان النفس هي التي ستكون جهه المحاسبه الخوف فيها لا في الجسم ولا في الروح، الفزع فيها، الالم فيها، اللذه فيها، ما يجري في حياتنا في الجانب العاطفي وفي الجانب الوجداني هو في ساحه النفوس، ليس في الاجسام وليس في الارواح من هنا الذي يتألم بسبب مرض ما إن يكون هناك انفكاك بين روحه وجسده فإن الألم سيزول لأن الألم ليس في الجسم بما هو جسم وليس في الروح بما هي روح وانما في النفس في هذه العلاقه وهذا الامتزاج في هذه المساحه ما بين الروح والجسم على اي حال البرنامج ليس معدا للحديث في هذا الموضوع لكن الذي قادني ان اشير الى هذه الحقيقه ما اشار اليه الدعاء الذي بين يدي اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي فاسم الانسان سمته علامته جهة ارتباطه بإمام زمانه ليلة النصف من شعبان هي من ليالي القدر هي ليلة القدر المحمدي العلوي ليلة القدر المحمدي العلوي هي في النصف من شعبان فليلة النصف من شعبان هي ليلة قدر وهي ليلة القدر المحمدي العلوي صاحب الامر ولد في ليله القدر هذه فليله النصف من شعبان هي ليله قدر وصاحب الامر ولد في ليله القدر هذه في ليله الثالث والعشرين من شهر رمضان هذه ليله القدر التي تنتسب الى كل امام في زمانه فنحن في زمان قائم ال محمد فهذه ليله القدر القائمي في زمن الرضا انها ليله القدر الرضوي مضمون ليله القدر هذه ان الملائكه تتنزل والروح فيها تتنزل على امام كل زمان من هنا فهي تنسب الى الامام في زمانه ففي زمان الحسن المجتبى هي ليله القدر الحسني وفي زمان الحجه ابن الحسن قائم ال محمد هي ليله القدر القائمي هذه ليله صاحب الزمان ماذا نقرا في ادعيتها اسالك ان تصلي على محمد وال محمد وان تجعل اسمي في هذه الليله في السعداء هل هو الاسم الذي سماني به ابي قطعا لا فهذا الاسم يتغير بالامكان ان يتغير الحديث عن اسم ثابت هناك من الشيعه من يحمل اسما من اسماء ائمه النواصب فهل سيذهب الى الجنه بهذه القذاره هذه القذاره ستكون مجموعه في عالم جهنم نحن لا نتحدث عن عالم جهنم من انه نار كنار الدنيا. عالم جهنم عالم كبير. القذارات الماديه والقذارات المعنويه والقذارات الاعتباريه ايضا ستكون في عالم جهنم. فأسماء أئمة النواصب وهي من الاسباب التي تجعل ابليس يرقص فرحا حينما يسمعها تردد وحينما يسمع اسماء محمد وال محمد تردد انه ينكمش ينكمش ينكمش, ينكمش ويزداد حزنا وغما هذا الكلام ما هو كلامي هذه ثقافتهم هذه احاديثهم هذه رواياتهم لكنني لا استطيع ان اتحدث عن كل شيء بتفاصيله الوقت لا يسمح بذلك هذه الاسماء هي العلامات الاسم في اللغه سمه ما معنى الاسم عودوا الى معاجم اللغه الاسم سمه الاسم علامه هناك علامات نحن ماذا نقرا في أدعية شهر رجب في الدعاء المروي عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لا زلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بامرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك اسالك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك واركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك الى ان نقول في الدعاء فبذلك اسالك وبمواقع العز من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك هناك علامات لله في محمد وال محمد وهناك علامات لمحمد وال محمد في شيعتهم هذه هي الاسماء فبذلك اسالك وبمواقع العز من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك هذه علامات الله في محمد وال محمد وهي التي يعبر عنها بالأسماء الحسنى حينما يقول إمامنا الصادق نحن الأسماء الحسنى إنه يتحدث من حيثية من الحيثيات عن هذه العلامات علامات الله في محمد وآل محمد وهناك علامات لمحمد وآل محمد في أشيائهم اسالك ان تصلي على محمد واهل محمد، هؤلاء هم اصحاب العلامات. وان تجعل اسمي في هذه الليله في السعداء، ان تجعل اسمي، ان تجعل علامه محمد وال محمد في اصل تكويني ان تجعلها ثابته. لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي هذه المضامين عميقة ودقيقة وهذا الدعاء وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء هذا الدعاء يرد في أدعية ليالي شهر رمضان خصوصا ليالي الثلث الاخير من شهر رمضان وبنحو اخص في ليالي القدر يتكرر هذا الدعاء في ادعيه ليالي شهر رمضان وان تجعل اسمي في هذه الليله في السعداء لكنني قرات ما قرات من ادعيه ليله الثالث والعشرين من شهر رمضان لانها ليله القدر القائمي وكنت قد قرات عليكم من ادعيه شهر شعبان من ادعيه ليله النصف من شهر شعبان انها ليله القدر المحمدي العلوي ليله قدر اهل البيت هكذا هم علمونا وهكذا ثقفونا هذا الكلام موجود في رواياتهم في احاديثهم الشريفه هذا الكلام ما هو بتخرصات أنا لا أحدثكم عن تخرصات أنا أحدثكم عن حقائق ثقافة العترة الطاهرة اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي هذا الاسم هو الذي يتحدث عنه إمامنا الرضا في هذه الروايه الشريفه لا يكون المؤمن مؤمنا لن يثبت له الاسم لن تثبت له هذه العلامه لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال سنه من ربه وسنه من نبيه وسنه من وليه العلامة الواضحة هي العلامة من إمامه ومن هنا فإننا نقرأ في الآية الحادية والسبعين بعد البسملة من سورة الإسراء يوم ندعو كل أناس بإمامه وليس بأسمائهم التي كتبت في جوازات سفرهم مثلا او في شهادات ميلادهم او في حساباتهم المصرفيه مثلا يوم ندعو كل اناس بإمامهم من خلال علاماتهم هذه التي مر ذكرها اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي هناك ترابط بين طهاره الروح وطهاره الجسم وهذا اين يظهر؟ يظهر في النفس فاذا كان الجسم طاهرا والروح طاهرة وتمازجت طهارة الروح مع طهارة الجسم في النفس البشرية صارت النفس مطمئنة وإذا لم تتحقق هذه المضامين صارت النفس مرتكسة في ضلالها مرتكسة في غيها قطعا كل هذه المعاني في مستوى النسبي طهارة الروح نسبية باختلاف الأشخاص وطهارة الجسم نسبية باختلاف الأشخاص وباختلاف الظروف والملابسات التي تحيط بشخصيه هذا الانسان او بشخصيه ذاك الانسان يوم ندعو كل اناس بامامهم فمن اوتي كتابه بيمينه هذه العلامه فمن اوتي كتابه بيمينه اليمين في الكتاب الكريم بحسب ثقافة العترة اليمين عنوان من عناوين علي أصحاب اليمين يعني أصحاب علي فاليمين علي اليمين لا علاقة له بالجانب الأيمن او بالجانب الايسر في تحديد الجهات من اجسامنا او من سائر الاجسام الاخرى اذا كان له من صله فالصله رمزيه الصله رمزيه والحديث عن الرمزيه هناك رمزيه تكوينيه لها حقيقه تكوينيه وهناك رمزيه شرعيه لها حقيقه شرعيه تتفرع عن الرمزيه التكوينيه لان التشريع هو انعكاس عن التكوين لا نستطيع ان نفكك بين التشريع والتكوين كل جزء من التشريع الصحيح لا من تشريع البشري ولا من فتاوى مراجع النجف وكربلاء أتحدث عن التشريع الصحيح عن تشريع محمد وآل محمد صلوات الله عليه التشريع الصحيح لا يمكن أن يكون منفكا عن التكوين كل جزء من التشريع يرتبط بجزء من التكوين فالتشريع انعكاس عن التكوين هناك رمزيه تكوينيه لها جذرها التكويني وهناك رمزيه شرعيه لها جذرها التشريعي وما له جذر تشريعي فانه ينتمي الى التكوين في اخر الامر اليمين هو من اسماء علي في القران واصحاب اليمين اصحاب علي شيعه علي اليمين عنوان لولايه علي الميمنه كذلك اصحاب الميمنه الميمنه عنوان لولايه علي اليمين عنوان لولايه علي وولايه علي هي ولايه القائم ومن هنا تبدا العلامه جذرها جذرها يعود بنا الى علي ها هو علي يحاصرنا يحاصرنا في جميع الاتجاهات ظاهرا وباطنا ماده ومعنى يحاصرنا في عالم الشهاده وفي عالم الغيب هو قسيم الايمان في الدنيا هو قسيم الايمان وفقا لولايه علي يكون التقسيم ما بين المؤمن والكافر وهو قسيم الجنه والنار علي يحاصرنا في جميع الاتجاهات فحقيقه هذه العلامات تنمى الى ولايه علي. يوم ندعو كل اناس بامامهم فمن اوتي كتابه بيمينه فاولئك يقرؤون كتابهم، انا لا اريد ان اذهب مع الايات في تفاصيلها. المضمون الذي نقراه في دعاء الغيبه هو هو اقرا عليكم من مفاتيح الجنان انه دعاء الغيبه الذي تعرفونه الذي اوله اللهم عرفني نفسك ماذا قرأنا في حديث الإمام الرضا لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال سنة من ربه كيف يتحقق هذا من دون أن يعرف ربه وسنة من نبيه وكيف يكون ذلك؟ حتى يكون عارفا بنبيه. وسنة من وليه. كيف يكون ذلك؟ حتى يكون عارفا ومعظما لوليه. لا يريد الا صيانة دينه وتعظيم وليه. ماذا نقرا في دعاء الغيبة؟ اللهم عرفني نفسك فانك ان لم تعرفني نفسك. هذه سنة من ربه لم اعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فانك ان لم تعرفني رسولك لم اعرف حجتك جاء التعبير برسولك ولم ياتي التعبير بنبيك الدعاء يريد ان يذهب بنا الى الايه السابعه والستين من سوره المائده لان الخطاب في سوره المائده في هذه الايه يا ايها الرسول علينا ان نعرف الرسول حتى نعرف الحجة من بعد الرسول تلاحظون أن النصوص في الكتاب الكريم وأن النصوص في الأدعية وأن النصوص في الروايات تتحرك في اهتجاء واحد ألا لعنة على منهج حوزة الطوسي ألا لعنة على علم الرجال ألا لعنة على علم الكلام ألا لعنة على فتاوى مراجع النجف وكربلاء ألا لعنة على علم أصول الفقه ألا لعنة على حوزة الطوسي منذ أن أسسها سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وإلى هذه اللحظة ألا لعنة تترى عليها في ليلها ونهارها لقد دمرت دين محمد وال محمد ودمرت ثقافه محمد وال محمد وضللت اباءنا واجدادنا ولا زال ضلالها يستمر الى هذه اللحظه اللهم عرفني نفسك فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف رسولك. هذا هو تكوين هويه الشيعي، هذه هي العلامه، هذا هو الاسم، اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي. يجب على الشيعي ان يحافظ على جسمه وان يحافظ على اسمه، هناك ترابط بين جسمه واسمه. اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي. اللهم عرفني نفسك فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فانك ان لم تعرفني رسولك لم اعرف حجتك. الدعاء لا يذكر تفاريع على معرفه الله وعلى معرفه الرسول وانما سيذكر التفاريع على معرفه الامام اللهم عرفني حجتك فانك ان لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم لا تمتني ميته جاهليه هذه كلها تفريعات عن معرفه الحجه ومن هنا نحن في يوم القيامة لا ندعى بربنا ولا ندعى بنبينا ندعى بامامنا هذا هو النظام الالهي الله اراد هذا النظام مثل ما مر علينا في حلقة يوم امس فان الله يقول لابليس اني اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد الله يريد العباده والدين والعقيده بهذا النظام هذه منظومه وضعها الله اللهم عرفني حجتك فانك ان لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم لا تمثني ميته جاهليه ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني هذه المضامين هي هي التي جاءت في الايه السابعه والستين بعد البسملة من سوره المائده يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك هنا رب وهنا رسول وان لم تفعل فما بلغت رسالتك الأصل الفصل الإسم العلامة الهوية تنطلق من هنا تنطلق من بيعة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قسيم المؤمنين والكافرين عليهم بصريح القرآن هذه الآية تصرح بنحو علني من أن قسيم الكفر والإيمان علي من أن قسيم المؤمنين والكافرين في الدنيا علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين هذا هو قسيم الكافرين والمؤمنين هو هو نفسه قسيم الجنه والنار نحن ندعى يوم القيامه بهذه الهويه بالهويه العلويه لا يجوز جائز على الصراط ذلك الجسر المخيف على جهنم لا يجوز جائز على الصراط الا بصك من علي هذه هي العلامه عنوان صحيفه المؤمن يوم القيامه حب علي بن ابي طالب هي هذه العلامه هذه تعابير تختلف الفاظها والا فالمضمون واحد وهذا المضمون انما هو في حقيقته مرتكز في العقول والقلوب فاسماؤنا ليست في الوثائق الرسميه اسماؤنا في تكويننا ما بين اجسامنا وارواحنا في عقولنا وقلوبنا هناك تكتب اسماؤنا هذه التي ندعو في ليله النصف من شعبان الا تبدل اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي جهة الارتباط بإمام زماننا لينك بالحجة ابن الحسن من الآخر لينك انها جهة ارتباط كل هذا الكلام يمكنني أن أوجزه بهذا التعبير لينك جهة اتصال بإمام زماننا تلك هي اسماؤنا هذا الامر اذا كان محكما متقنا لن يستطيع ابليس ولن يستطيع المشروع الابليسي ان يخترقنا اما اذا كان مهلهلا ومزورا وما كانت صناعته اصليه فان ابليس سيخترقنا ويخترقنا ويخترقنا هكذا قال امامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيه ثلاث خصال سنه من ربه وسنه من نبيه وسنة من وليه كما يقول إمامنا الصادق عن الشيعي الذي سينجو من براثن نواب الشيطان من براثن مراجع التقليد في حوزة النجف وكربلاء لا جرم لا جرم ان من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام هذا كلام صادق من انه لا يريد الا صيانه دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر المرجع الشيعي زمان الغيبه الكبرى الامام يصفه بالملبس الكافر لماذا كان كافرا لانه ناقض لبيعه الغدير إن الله لا يهدي القوم الكافرين فصاحب الزمان بين لنا هذه الحقيقة من أنهم من أن أكثر مراجع الشيعة نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون في رسالته إلى الشيخ المفيد وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة هذا في سنة أربعمائة وعشرة نحن الآن في سنة ألف واربعمية وثلاثة واربعين طاحت الحظ واصله لأخوة موزة ايش أنتم؟ طاحت الحظ الآن الموجودة في الواقع الشيعي بسبب ذل المراجع الطاحين الحظ وصلت إلى حد لا يتصور مقداره نذهب الى فاصل من حديث طويل رواه ابو بصير عن امامنا ابي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنه واحده وفي شهر واحد في يوم واحد ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا فيكون الباس من كل وجه ويل لمن ناواه وليس في الرايات اهدى من رايه اليماني هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم. وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل فهو من أهل النار لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم مختصر بصائر الدرجات الكتاب في اصله لسعد الاشعري القمي والذي اختصره الحسن بن سليمان الحلي من اعلام القرن الثامن الهجري. هذه طبعه مؤسسه النشر الاسلامي قم المقدسه صفحه 396 وسته الحديث 452 واثنين وخمسين عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ان الله تبارك وتعالى اخى بين الارواح في الاضله في عالم الاضله قبل ان يخلق الاجساد بالفي عام قطعا هذه الاعوام ما هي من اعوام الدنيا هذه مراتب تقدم ومراتب مقايسه اذا اردنا ان نقارن فيما بين المخلوقات ما بين الارواح والاجساد ما بين الأرواح نفسها ما بين الأجساد نفسها إن الله تبارك وتعالى آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأجساد بألف عام فلو قد قام قائمنا أهل البيت ورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة ولم يورث الاخ من الولاده هذا حكم من احكام العصر القائمي الميراث لن يكون على اساس القرابات هذه روابط دنيويه بالامكان أن نمتنها وبالإمكان أن نضعفها الرابطة الحقيقية هي العلاقة بإمام زماننا هذه العلامات والسمات التي كنت أحدثكم عنها أعيد قراءة الرواية إن الله تبارك وتعالى آخى بين الأرواح في الأضلة قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام لأن الأجساد مثل ما قلت لكم قبل قليل هي آلات أصل الطاقة في الأرواح فأصل الانتماء هنا والميزان هي العلامات مثلما لله علامات في محمد وآل محمد لمحمد وآل محمد علامات في اشيائهم نحن ماذا نقرا في القران اذا ما ذهبت بكم الى سوره المعارج والى الايه الثامنه بعد البسمله وما بعدها اتمنى ان تنصتوا لهذه الايات واتمنى ان تعودوا اليها بعد البرنامج كي تتدبروا فيها يوم تكون السماء كالمهلي المهل الرصاص الذائب وقد تطلق على النحاس الذائب يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن العهن يطلق على القطن ويطلق على الصوف ايضا من ان الجبال ستكون منفوشة مثلما جاء الوصف في سورة القارعة وتكون الجبال كالعهن المنفوش أعود إلى سورة المعارج يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن الحديث عن يوم القيامة ولا يسأل حميم حميمه مهما كانت العلاقات شديدة هذا العاشق الذي يقتل نفسه عشقا لتلك الفاتنة الجميلة سيحاول ان يتخلص منها بايه طريقه يوم تكون السماء كالمهلي وتكون الجبال كالعهن ولا يسال حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه كم كان مشغولا ببنيه في الحياه الدنيا هذه العلائق ستذوب ستنتهي يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه الصاحبه هنا الزوجه وفصيلته التي تؤويه في احاديثنا انها امه التي انجبته لانها هي التي ياوي اليها حينما كان فصيلا صغيرا الفصيل هو الصغير الذي يرضع من امه كما يقال فصيل الناقه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا يتمنى ان يقدم اهل الارض جميعا فداء له ثم ينجيه لكن ما هو الجواب كلا كلا انها لظى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجي كلا في سورة عبس عبس وتولى في الآية الثالثة والثلاثين بعد البسملة وما بعدها فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه فاذا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني ليس لنا إلا الذي ندعى به سندعى بإمامنا هؤلاء يعيش الإنسان لأجلهم ويقدم ما يقدم ويضحي ما يضحي لأجلهم لكن هذه العلائق لا قيمة لها ستتلاشى تتلاشى إلا إذا ارتبطت بعلامة حقيقية بسمة حقيقية إنها علامات محمد وآل محمد في عقولنا وقلوبنا. ماذا نقرأ في سورة الزمر في الآية الخامسة بعد العاشرة بعد البسملة؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. حين تتلاشى هذه العلاقه لا قيمه لها الرابح هو الذي عنده اسم وعنده علامه وعنده هويه عنوان صحيفه المؤمن متى في يوم القيامه حب علي حب علي بن ابي طالب هذا التركيز في الروايات على ذكر ابي طالب مع علي لان حب ابي طالب هو جزء من هذه الهويه هذا هو السر دائما في التركيز على ذكر ابي طالب مع علي اذا كان رسول الله حين يتحدث عن عقيل عن عقيل بن ابي طالب يقول انني احبه حبين احد هذين الحبين لحبي ابي طالب له فحينما يذكر ابو طالب ملتصقا باسم علي هناك اشاره هناك اشاره هل يمكننا ان نحب عليا من دون ان نحب ابا طالب صلوات الله على علي وعلى ابي طالب لذا هذا الذكر الذي يلازم ذكر علي فيه اشاره حقيقيه لهذا الذي ذكرته لكم عنوان صحيفه المؤمن يوم القيامه حب علي بن ابي طالب اعود الى سوره الزمر قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين هذا هو الخسران المبين اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي اذا انطبق هذا الكلام علي وانطبق على افراد اسرتي اذا انطبق فاننا سنكون في مامن يوم القيامه اما اذا تفردت اسرتي بالعلامات الصحيحه وما نلتها قد يشفعون في وقد لا يشفعون وكذا الحال لو انني كنت صاحب علامه وافراد اسرتي لم يكونوا كذلك قد اشفع فيهم وقد لا أشفع فيهم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين في سورة الشورى أيضا في الآية الخامسه والاربعين بعد البسمله وقال الذين امنوا ماذا قالوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه هؤلاء هم الخاسرون وقال الذين امنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه من هنا فان الموازين الحقيقيه ما هي هذه الموازين الدنيويه التي لا قيمه لها ستنتهي بانتهاء الدنيا الطريق طويل السفر طويل هذه الكلمات التي يعلمنا اياها امير المؤمنين آه من قله الزاد وطول السفر وبعد الطريق هذا الطريق يحتاج الى هويه كي نتجاوز نقاط التفتيش واي تفتيش واي تفتيش, وأيه تفتيش اعود الى حديث امامنا الصادق فيما يرتبط بالمؤاخاة في عالم الاضلة ومن ان صاحب الامر سيورث اخاك من مالك اذا ما رحلت عن الحياه يورث اخاك من الاضله ولا يورث اخاك من أبيك وأمك إن الله تبارك وتعالى آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام علاقة الدنيا علاقة أجسام علاقة الأظلة علاقة أرواح تلك الاظله التي بكت الحسين اشهد ان دمك سكن في الخلد يا حسين واقشعرت له اظله العرش مع اظله الخلائق هذه الموازي اشهد ان دمك سكن في الخلد الزياره المطلقه الاولى وفي العديد من زيارات الحسين اشهد ان دمك سكن في الخلد واقشعرت له اظله العرش مع اظله الخلائق في الزياره المطلقه الاولى من زيارات سيد الشهداء اشهد ان دمك سكن في الخلد واقشعرت له اظله العرش وفي الزياره المخصوصه الاولى تلك هي الزياره المطلقة الأولى وهذه الزيارة المخصوصة الأولى أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق والمضمون واحد إلا أن الفارقة في الصياغات التعبيرية إن الله تبارك وتعالى آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام فلو قد قام قائمنا أهل البيت ورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة آخى الله بينهما في الأظلة ولم يورث الأخ من الولادة قد يكون آخى الله فيما بيننا وبين اخواننا من الولاده فهؤلاء اخواننا في عالم الاضله وقد لا يكون ذلك قد يكون هذا وقد يكون ذاك اذا ما هو الرحم الذي فيما بيننا وبينهم انه رحم محمد وال محمد ومن هنا فان الايات والروايات التي تامر بصله الرحم انه رحم محمد واهل محمد بالدرجه الاولى اما ارحامنا نصلهم لكن القضيه تاتي في سياق صله رحم محمد وال محمد اذا كانت صلتنا لارحامنا تتعارض مع صلتنا لرحم محمد واهل محمد فلا قيمه لصله ارحامنا هنا الميزان هو هذا ومن هنا فان التوريث ياتي وفقا للمؤاخاه في عالم الاضله لأن ذلك يرتبط بشكل مباشر برحم محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. اذا هو هذا الذي ينجينا <applause> الذي ينجينا لا ان نكون مع عوائلنا، لا ان نكون مع ارحامنا، ان نكون مع امام زماننا والذي ينجي عوائلنا كذلك لا أن يكونوا معنا، أن يكونوا مع إمام زمانهم هذا هو سر النجاة وهذا هو الذي أردده دائما في برامجي من أن إمامنا الصادقة يقول لو أدركته لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي روايه اخرى في السياق نفسه في سياق المؤاخاه في عالم الاضله لكنني ساقراها عليكم بعد الفاصل عن امامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه الامام كالشمس الطالعه المجلله بنورها للعالم وهي في الافق بحيث لا تنالها الايدي والابصار الامام البدر المنير والسراج الزاهى والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى واجواز البلدان والقفار ولجج البحار الامام الماء العذب على الظما والدال على الهدى والمنجي من الردى الامام النار على اليفاء الحار لمن اصطلى به والدليل, والدليل في المهالك من فارقه فهالك. الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم, الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية النآت الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي, والداعي الى الله والذاب عن حرم الله لا. الامام, الإمام المطهر من الذنوب والمبرا عن العيوب المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين الامام واحد دهره لا يدانيه احد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما الرواية في دلائل الإمامة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة البعثة قم المقدسة رقم الحديث 481 يبدأ في صفحة أربعمية وأربعة وثمانين أقرأ عليكم من صفحة أربعمية وخمسة وثمانين بسنده عن جهم ابن أبي جهمة قال سمعت أبا الحسن موسى صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الله تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام ثم خلق الأبدان بعد ذلك فما تعارف منها في السماء تعارف في الأرض وما تناكر منها في السماء تناكر في الأرض فإذا قام القائم ورَّث الأخَ في الدين ولم يورِّث الاخف الولاده وهو التوريث في عالم الاضله وذلك قول الله عز وجل في كتابه قد افلح المؤمنون هذه بدايه سوره المؤمنون بعد البسملة والامام يشير الى ايه من ايات هذه السوره فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون قوانين يوم القيامه شيء اخر وبعباره اخرى قوانين ايام الله وايام الله ثلاثه يوم القائم ويوم الرجعه ويوم القيامه فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم هذه الانساب ستتلاشى تبقى الرابطه هي الرابطه كل شيعه يرتبطون بامام زمانهم هذه هي الحقيقه من الاخر وهذا هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ها هنا يتشكل اسم المؤمن ها هنا تتشكل علامته فهمتم الان المراد من الدعاء اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي فإذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون لا يسال احد عن الاخر كل امرئ منهم مشغول بنفسه النجاه والفوز اذا كانت اسماؤنا نظيفه وكانت علاماتنا مضيئة وكانت هوياتنا مصدقة من الزهراء لنبشر انفسنا بان قد طهرنا بولايتك يا زهراء التصديق من الزهراء هذا هو معنى الصديقه الكبرى الصديقه الكبرى ليس هي التي تصدق بما جاء من الله الزهراء واهل الزهراء لا فرق بينهم وبين الله الا انهم عباده وخلقه وانما هي الصديقه الكبرى التي تصدق ديننا هي التي تمنحنا الوثائق المصدقه للانبياء للاوصياء هي حجه على الائمه من ولدها كما يقول امامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. نحن حجج الله على الخلق وفاطمه امنا حجه علينا هي التي تصدق امامتهم وتصدق حجيتهم. وهي التي تصدق ديننا ايضا. هكذا نقرأ في زيارتها الشريفة وزعمنا يا أم الحسن والحسين وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك واتى به وصيه صلى الله عليهما والهما فانا نسالك ان كنا صدقناك الا الحقتنا بتصديقنا لهما اذا كنا قد صدقناك هذه مقدمه كي نتواصل معها لتصدق على ديننا فانا نسالك ان كنا صدقناك الا الحقتنا بتصديقنا لهما لمحمد وعلي لماذا لنبشر انفسنا باننا قد طهرنا بولايتك يا زهراء تريدون تصديقا لوثائقكم الأخروية التصديق عند فاطمة توجهوا إلى فاطمة هؤلاء هم الذين يتحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر لأن أبا ذر مصداق من مصاديق الذين لهم اسم واضح ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء النبي يقول عنه يقول عن أبي ذر ماذا قرانا في زياره الزهراء فانا نسالك ان كنا صدقناك فماذا تقولون عن ابي ذر هل كان مصدقا للزهراء او لا والنبي يقول ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء اصدق ذي لهجه من ابي ذر رضوان الله تعالى عليه النبي يقول له في وصيته ايه وصيه هذه وصيه عميقه دقيقه اقرا عليكم من الجزء الرابع والسبعين من بحار الانوار انها طبعه دار احياء التراث العربي الوصيه وصية محمد المصطفى صلى الله عليه واله لأبي ذر في الصفحة الثمانين وما بعدها يا أبا ذر يا أبا ذر إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فماذا يفعل فيه؟ قطعا هذا العبد يحمل اسما ويحمل علامة من الأسماء والعلامات التي تحدثنا عنها وإلا لن يستطيع الجواز إلى هذا الفناء الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبا ذر إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا ف فقهه في الدين، فقهه وزهده في الدنيا، وبصره بعيوب نفسه يا أبا ذر ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه هذا الزهد الذي يضحك به علينا مراجع النجف وكربلاء لماذا لا ينبت الحكمه في قلوبهم لماذا لا ينطق السنتهم بالحكمه هذا قانون يضعه لنا رسول الله يا ابا ذر ما زهد عبد في الدنيا الا انبت الله الحكمه في قلبه وانطق بها لسانه احنا اللي عدنا بالنجف و كربله عندنا نوعين عندنا نوع ذولا خرسان ما يحشون مغطى عيوبه هو ساكت لانه من يحجي قوم مضرط فساكت ساتر روحه ستر حاله بصمته هذا نوع من المراجع انا لا اتحدث عن مرجع بعينه لان القضيه هذه كانت موجوده في السابق وهي موجوده الان هذا النوع الاول خرسان ما يحشون لو سالتم انفسكم سيرة من هذه؟ الله يتكلم، ماذا يوصف موسى؟ الا يوصف موسى بانه كليم الله، هذا يعني ان الله يتكلم، والا كيف صار موسى كليما لله؟ الله يتكلم، الانبياء يتكلمون انما بعثوا بالكلام كما يقولون صلوات الله عليهم الائمه يتكلمون من الذي لا يتكلم ولا نسمع صوته الا عبر الوسائط الشيطان هذه سيره الشيطان هؤلاء على سيره ابليس ابليس الذي لا يتكلم مع الناس بشكل مباشر الا عبر الوسائط الا ان يكون متخفيا هذه سيرة ابليس وهم نواب ابليس فعلى سيرته هذا الصنف الاول الصنف الثاني اذا ما تكلموا مثلما نقول بالتعابير الشعبيه العراقيه يقوم يمسلت يقوم يمضرط المرجع الانترنت موجود شوفوا الوهابيين على من يضحكون يضحكون على اتمسلت وتمضرط مراجع النجف وكربلاء يطلعونهم يضحكون عليهم لأنه يمضرطون الآيات العظمى فإحنا عندنا نوع مراجع نوع ثالث ما شفنا وين النوع الثالث لو أخرس يعمل بسيرة إبليس ويستر عيوبه لأنه إذا تكلم سيفضح فيسكت وينشب ويقعد على صفحة يحرك أشخاص يتكلمون بدلا عنه وهذا هو أسلوب إبليس لو يقومون يحشون والنتيجة شنو يقوموا يمضرط المرجع سمحت آية الله العظمى يقوم يمضرط ويمسلد أدري لعد الزهد وين وين الحكمة هذا القانون قانون من رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبا ذر ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وماذا بعد؟ وماذا بعد؟ ويبصره عيوب الدنيا وداءها ودواءها احنا ذولا اللي عندنا بس داء بس مرض ذولا هم ما قادرين يصفون الدواء لانفسهم يا ايها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم يا ابا ذار ما زهد عبد في الدنيا الا انبت الله الحكمه في قلبه وانطق بها لسانه ويبصره عيوب الدنيا وداءها ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام يا أبا ذر إذا رأيت أخاك قد زهد في الدنيا فاستمع منه فإنه يلقى الحكمة هذا قانون زين ذولا اللي يقولون زهاد شو من يحشون يقومون يمضرطون تمضرط من يكتب بيان البيان مشحون أغلاط من يحكي يقوم يمسلت من يصدر فتوى مخالفة لأهل البيت من يفسر القرآن ينقض بيعة الغدير يفسر القرآن على منهج الفخر الرازي وين هالحكمه هذا الزهد اللي يكذبون ويضحكون به علينا وين اثاره سرسريه سرسريه وقتليه هذا كلام رسول الله طبقوه عليه وين هذا الزهد وين اثاره وين هذه الحكمه بس سربته وتمسلت وطاحت حاض يا أبا ذر إذا رأيت أخاك قد زهد في الدنيا فاستمع من فإنه يلقى الحكمة مثل ما مر علينا في كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف وهو يتحدث عن اولياء الحجة ابن الحسن عن اوليائه المخلصين من انه يرمى بالتفسير في مسامعهم ومن انهم يغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح منطق واحد ومعرفة واحدة وثقافة واحدة فأين انتم؟ يا أيها الذين تقولون من أننا شيعة للحجة ابن الحسن أين أنتم عن هذه الحقائق لماذا تتبعون هؤلاء السفهاء الذين لا حكمة عندهم لو كان عندهم من حكمة لنطقوا بها هكذا رسول الله يقول لأبي ذر يا أبا ذر ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه فأين حكمتهم هذه شو إحنا ما قابضين منهم بس التمسلت والتمضرط أو تحت الحظ على طول الخط هذا اللي قبضناه من مراجع النجف وكربلاء يا ابا ذر اذا دخل النور القلب انه نور امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه والله يا ابا خالد امامنا الباقر يقول لابي خالد الكابلي والروايه في الكهف الشريف في الجزء الاول والله يا ابا خالد لنور الامام في قلوب المؤمنين انور من هذه الشمس المضيئه في النهار هذا هو النور والله يا ابا خالد لنور الامام هذا هو الاسم اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي هذا الاسم يحتاج الى جسم نظيف الى جسم منزه عن اكل الحرام والشبهات والنجاسات وحتى لو طرأ عليه ذلك فإن الإمام يطهره طرأ عليه ذلك لا بقصد منه وإنما هي الدنيا الروايات تحدثنا من أن تحصيل درهم حلال في اخر الزمان وهذا هو اخر الزمان اخر الزمان بدا منذ زمان ولاده امام زماننا لانهم اخبرونا من ان الحجه ابن الحسن سيولد في اخر الزمان والامام ولد في السنه الخامسه والخمسين بعد المئتين من الهجرة على ما هو معروف فمنذ ذلك الوقت ابتدأ آخر الزمان نحن نعيش في قلب آخر الزمان درهم من حلال تحصيل درهم من حلال في آخر الزمان هو أصعب على المؤمن من الف ضربه بالسيف على عنقه ان يحصل درهم حلال في اخر الزمان فهذا الذي قلبه منير الامام يطهره الامام يطهره اما ذاك الذي قلبه مظلم ويجذب الى نفسه والى جسمه كل حرام وشبيه الشيء منجذب اليه فان الامام يتركه لنفسه لا شان له به اخطر شيء ان الامام يترك الانسان لنفسه هذا هو اخطر شيء يمر على الشيعي لأن الإنسان حينئذ سيعبث بنفسه وأيما عبث أيما عبث سيعبث بنفسه الإنسان إذا أوكل لنفسه طرفة عين سيعبث بنفسه فما بالكم إذا كان الإمام قد أوكل للإنسان نفسه على طول الخط فماذا سيفعل بنفسه سيفعل الأفاعيل سيفعل الأعاجي ولذا لن يترك حمارا من حمير البشر إلا وقدسه سينصب له إماما من حمير البشر سينصب له نائب إمام من حمير البشر سينصب له شخصا يؤسس له دينا يؤسس له عقيدة الويل للإنسان اذا كان الامام قد اوكله لنفسه سيعبث بنفسه وهذا هو حال مراجع النجف وكربلاء الامام اوكلهم الى انفسهم لماذا لانهم جنحوا الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا هذا الامر بينه لهم الامام في الرساله التي ارسلها الى الشيخ المفيد ومعرفتنا بالزلل الذي اصابكم لماذا مذ جنح كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون فاوكلهم الى انفسهم فعبثوا بانفسهم أضلوا أنفسهم وأضلوا الشيعة معهم لأن الشيعة ركضوا وراء هؤلاء الحمير جاءوهم بدين لا علاقة له بمحمد وآل محمد نقضوا بيعة الغدير تركوا تفسير علي وآل علي لقرآنه ذهبوا إلى منهج النواصب في التفسير تركوا قواعد التفهيم والاستنباط التي بايعنا عليها في بيعه الغدير وذهبوا الى الشافعي وجاءوا بقواعد استنباطه وذهبوا الى علماء الكلام من الاشاعره والمعتزله اسسوا لنا دينا جديدا مسخا انهم نواصب الشيعه انهم مرجئه الشيعه انهم مراجع حوزه الطوسي مراجع حوزة النجف وكربلاء. يا أبا ذر يا أبا ذر إذا دخل النور القلب انفسح القلب واستوسع قلت فما علامة ذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور. والاستعداد للموت قبل نزوله هذه المعاني لن تتحقق من دون معرفه العقيده السليمه فعلى الانسان ان يسعى اولا لتحقيق العقيده السليمه والعقيده السليمه لن تتحقق من دون الزهد الحقيقي انا لا اتحدث عن ثياب باليه وعن خبز يابس هذا شيء يضحكون به علينا الزهد الحقيقي في اعلى درجاته ان نزهد فيما عند النواصب وان نتمسك فيما عند علي وال علي حتى ولو عادانا الناس هذا هو الزهد الحقيقي الزهد ما هو بثوب ممزق وخبز يابس اذا كان هذا من الزهد فهذا في اسفل حاشيه من حواشي الزهد الزهد الحقيقي هو هذا ان نزهد في عز الدنيا اذا لم يكن ذلك بجنب امام زماننا وانما يكون بجنب هؤلاء الاغبياء من مراجع حوزة النجف وكربلاء أن يكون بجانب هذه الأحزاب الشيعية الدينية الضالة العقيدة السليمة هي الحكمة وهذه لن تنبت إلا في القلوب التي تعانق حقيقة الزهد هذا هو الذي يقوله رسول الله، أعيد قراءة كلام رسول الله عليكم. أتمنى أن تتدبروا فيه. أنا لا أجد وقتا كي أتوسع كثيرا في شرحه وتفصيله وبيانه. يا أبا ذر يا أبا ذر إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه حينئذ يستطيع ان يغلق منافذ الاختراق للمشروع الابليسي، لماذا؟ لانه محصن بتفقيه من امام زمانه محصن بتزهيد في الدنيا من إمام زمانه محصن بتبصير بعيوب نفسه من إمام زمانه دققوا النظر في العبارات يا أبا ذر إذا أراد الله عز وجل بعبد خير فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره بعيوب نفسه ما هي علامه ذلك نحن ما يدرينا ان هذا الذي يقال له فقيه او انه يدعي من ان الامام فقهه على سبيل المثال ما يدرينا من ان الكلام صحيح او هذا الذي يقال له زاهد او انه يدعي من ان الامام زهده وان كانوا هؤلاء لا يدعون مثل هذه الادعاءات لكنني اتحدث على سبيل المثال فما يدرينا انهم صادقون هناك علامات بينها رسول الله يا ابا ذر ما زهد عبد في الدنيا الا انبت الله الحكمه في قلبه ما يدرينا ان الحكمه قد نبتت في قلبه علامه وانطق بها لسانه هذا المضمون الذي تتحدث عنه الروايات من اخلص لله اربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمه من قلبه على لسانه مراجع النجف تفجرت ينابيع التمضرط والتمسلت على السنته هذا يعني أنهم لم يخلصوا لله حتى لمدة أربعين يوما وهم كل واحد عمره ثمانين وتسعين سنة ثمانين وتسعين سنة ما مخلصين لله حتى أربعين يوم طيلة هذا العمر لو أخلصوا لله أربعين يوما لتفجرت ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم احنا اللي نشوفه ينابيع تمضرط والتمسد تتفجر يا ابا ذر ما زهد عبد في الدنيا الا انبت الله الحكمه في قلبه وانطق بها لسانه ويبصره عيوب الدنيا وداءها ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام يا أبا ذر إذا رأيت أخاك قد زهد في الدنيا فاستمع من لماذا فإنه يلقى الحكمة يا أبا ذر إذا دخل النور القلب انفسح القلب واستوسع قلت فما علامة ذلك بابي انت وامي يا رسول الله قال الانابه الى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله هذه المضامين لن تتحقق الا بتحصيل العقيده السليمه والعقيده السليمه لن تتحقق الا ان يكون الانسان زاهدا والمراد من الزهد هنا ليس ان ياكل طعاما قليلا ليس ان ينام على الارض على التراب ليس ان يحفر له قبرا وبعد ذلك يصلي في ذلك القبر هذه الاشياء حسنه بشروط معينه في ظروف معينه لكنها تاتي في اسفل حواشي حواش الزهد الزهد الحقيقي هو ان نكون مع محمد وال محمد برغم كل شيء حتى لو ان الدنيا عادتنا حتى لو ان الحكومات وقفت في وجوهنا حتى لو ان اقرب الناس الينا وقفوا ضدنا هذا هو الزهد الحقيقي ان نزهد في الدنيا بكل شؤونها لاجل ان نكون مع امام زماننا هذا هو الزهد الحقيقي لا ان يضحكوا عليكم هذا عند صايع صار لها اربعين سنه وذاك عند قندره ما ادري ايش مسوي بيه وهذا عند عمامه وسخة عمرها عشرين سنه لا ان يضحكوا عليكم بهذا الهزال وهم يدمرون دين الحجه ابن الحسن الزهد الحقيقي هو هذا ان نزهد بالدنيا اذا كانت تعارض امام زماننا وان نزهد في الناس مهما كانوا قريبين منا اذا كانوا يسيرون في طريق بعيد عن امام زماننا هذا هو الزهد الحقيقي وهذا هو الزهد الذي ينبت الحكمه في القلوب لا ان تاكل خبزا يابسا طلب المعارف كما جاء في رساله الحجه بن الحسن للشيعه طلب المعارف من غير طريقنا اهل البيت مساوق لانكارنا الزهد الحقيقي ان نعرض بكل رغباتنا وبكل امالنا عن كل اتجاه وعن كل مجموعه وعن كل شخصيه تقطع الطريق فيما بيننا وبين امام زماننا هذا هو الزهد الحقيقي الذي ينبت الحكمه في القلوب يا ابا ذر يا ابا ذر لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله تبارك وتعالى امثال الاباعر الناس يراهم امثال الاباعر ماذا نقول عن البشر الاباعر الناس يراهم امثال الاباعر في جنب الله تبارك وتعالى في جنب الله تبارك وتعالى جنب الله هو الامام المعصوم هذا هو جنب الله نذهب الى سوره الزمر والى الايه السادسه والخمسين بعد البسمله ان تقول نفس متى في يوم القيامه او ان تقول هذا عند الظهور ان تقول نفس يا حسره على اي شيء على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، ليس بالضرورة أن الساخر يسخر من الإمام بألفاظ بذيئة أولئك هم نواصب السقيفة حتى نواصب السقيفة ليسوا جميعا يفعلون هذا بعضهم الساخر هو هذا الذي يعتقد ان الحجه ابن الحسن كامل معصوم وبعد ذلك يعتقد ان مراجع النجف الذين لا يحسنون الكلام ولا يحسنون قراءه سوره الفاتحه في صلواتهم يعتقد ان هؤلاء قد نصبهم صاحب الزمان نوابا عنه الذي ينصب السفهاء والجهال هذا جاهل وسفيه هذه هي السخريه بصاحب الزمان سخريه الشيعه بصاحب الزمان هي هذه كيف ينصب صاحب الزمان نوابا لا يحسنون لغه القوم الذين نصبهم نوابا عليه كيف يكونون نوابا في امه هم لا يحسنون لغتها كيف يكونون نوابا لصاحب الزمان وبيانهم وحديثهم حتى لو كانوا عربا دون بيان وحديث النواصب كيف ينصب صاحب الزمان نوابا بيانهم حديثهم علمهم دون بيان وحديث وعلم علماء النواصب علماء النواصب في الازهر وفي الرياض في مكه في المدينه بيانهم وحديثهم وعلمهم اعلى شانا مما عند مراجع النجف وكربلاء الذين يقولون من انهم نواب لصاحب الزمان، كيف ينصب صاحب الزمان اذا كان اماما معصوما كاملا حكيما ينصب نوابا بهذه المواصفات لا يحسنون لغه القوم الذين نصبوا نوابا عليهم، كيف يتواصلون معهم؟ وإذا كانوا يحسنون لغة التواصل فلماذا مستواهم في البيان والحديث والعربية وعلم الدين دون مستوى علماء النواصب؟ لماذا نصبهم بهذه الطريقة؟ هذه سفاهة من قبله فهل الإمام سفيه؟ الإمام ليس سفيها هؤلاء هم سفهاء وكذابون ودجالون يدعون أنهم نواب للإمام ما هذه هي الحقيقة وأنتم الشيعة تعتقدون بهذا فإنكم تسخرون من إمام زمانكم أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين جنب الله هو الامام المعصوم بحسب تفسيرهم وحديثهم ورواياتهم ان تقول نفس يا حسره على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين يا ابا ذر لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله تبارك وتعالى امثال الاباعر الناس ما هؤلاء الاباعر هؤلاء الاباعر البشر كيف سننظر اليهم؟ ثم يرجع الى نفسه فيكون هو احقر حاقر لها يرى حاله دون اولئك وبشيء بعيد جدا يا ابا ذر لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس 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 في جنب الله تبارك وتعالى بالقياس الى الامام امثال الاباعر ثم يرجع الى نفسه فيكون هو أحقر حاقر لها يا أبا ذر يا أبا ذر لا تصيب حقيقة الإيمان النبي يقول لأبي ذر من أنك لن تصيب حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم حمقاء في دينهم عقلاء في دنياهم هذه هي الحكمة الحقيقية يا أبا ذر لا تصيب حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم حمقاء في دينهم عقلاء في دنياهم. ما هو هذا الواقع الذي نحن نعيش فيه. مشكلة الشيعة من انهم حمقاء في دينهم وحمقاء في دنياهم والدليل النجف والمنطقه الخضراء الاحزاب الشيعيه احزاب في قمه الحماقه والمرجعيه الشيعيه في قمه الحماقه حماقه في الدين والدنيا يا ابا ذر لا تصيبوا حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم حمقاء في دينهم عقلاء في دنياهم. وقت الحلقة انتهى لكنني أختم الحديث بهذه الوصية الدقيقة من رسول الله لأبي ذر يا أبا ذر يا أبا ذر يكفي يكفي من الدعاء مع البر البر ما هو البر معرفه امام زماننا البر ولايه امام زماننا يا ابا ذر يكفي من الدعاء مع البر لان النبي الاعظم هو الذي قال افضل عباده امتي هذا هو افضل البر انتظار الفرج. وإمامنا الكاظم فصل لنا ذلك فقال: أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج. يعني أن المعرفة هي أعلى رتبة فهذا هو البر. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل عبادة أمتي انتظار الفرج. واهم فرج نحن ننتظره فرج الحجه ابن الحسن والكاظم باب الحوائج يقول افضل العباده بعد المعرفه انتظار الفرج اية معرفه معرفه امام زماننا حقيقه البر هي هذه يا ابا ذر يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح، الاساس معرفه امام زماننا، يا علي، يا علي، محمد يقول صلى الله عليهما والهما محمد يقول لعلي يا علي يا علي يا علي أنت أصل الدين وانتهينا لا أقول نقطة رأس سطر لا نقطة ولا رأس سطر علي وانتهينا ولا شيء وراء ذلك يا أبا ذر يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح يا ابا ذر مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر القوس بلا وتر لا يرمي أنتم حينما تلقلقون بألسنتكم من دعاء بتعجيل الفرج ما هو عملكم ما هو عملكم لا بد أن يكون العمل منسجما مع مضمون الدعاء ما هو عملكم لتعجيل الفرج توالون أشخاصا كل منهجهم يخالف صاحب الزمان تدافعون عن مراجع حوزة الطوسي الذين كل عقائدهم تخالف منهج صاحب الزمان هذا هو عملكم الذي يكون مصاحبا للدعاء بتعجيل فرج صاحب الامر هذا عمل ليس منسجما هذا العمل عمل منافر يعني لو انكم تدعون من دون عمل منسجم سيكون الحال افضل من هذا الحال تدعون وانتم تاتون بعمل منافر للدعاء وتتوقعون بعد ذلك ان يستجاب الدعاء وان تكونوا من انصار الحجه ابن الحسن شنو هذا شنو هالاخرطيات؟ نذهب الى فاصل عن الحسين بن المختار عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه اذا هدم حائط مسجد الكوفه مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان اما ان هادمه, هادمه لا يبنيه يعني. عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل ازقه الكوفه عن, عن بدر بن الخليل, الخليل الازدي, الأزدي قال قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه آيتان, آيتان آيتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في اخره فقال الرجل يا ابن رسول الله تنكسف الشمس في اخر الشهر والقمر في النصف فقال ابو جعفر الباخر صلوات الله, صلوات الله عليه علي إني لأعلم بما, بما تقول ولكنهما أهيتان, أهيتان لم تكونا تكون منذ هبط, هبط آدم, آدم عليه, عليه السلام. السلام في الرسالة الثانية التي وصلت إلى المفيد من الناحيه المقدسه امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه يعلنها في اخر الرساله الثانيه من انه كاره للواقع الشيعي قطعا هو كاره بالدرجه الاولى للذين يقولون من انهم نواب عنه وما هم بنواب له. فما يحبسنا عنهم؟ اقرا عليكم من الجزء الثالث والخمسين من بحار الانوار للمجلس الطبعه طبعة دار احياء التراث العربي بيروت، لبنان صفحه 177 من الرساله الثانيه التي وصلت الى المفيد من امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وصلته سنة 412 للهجرة والمفيد توفي سنة 413 للهجرة الإمام هكذا يقول: فما يحبسنا عنهم عن الشيعة وقطعا بالدرجة الأولى عن المراجع عن الزعماء عن الكبار فما يحبسنا عنهم الا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم فالامام كاره لواقعنا الشيعي ولذا قلت لكم قبل قليل من ان الامام اوكل امور الشيعه الى انفسهم اوكل امور المراجع الى انفسهم فالمراجع يعبثون بانفسهم ويعبثون بنا لان الامام كاره لهذا الواقع، الامام هو الذي يقول فما يحبسنا عنهم الا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم فهذه الاجواء تتوقعون ان الحكمه ستظهر فيها لهذا السبب المرجع لو أخرس أثول ساكت لو أثول يطلع يمسلت ويمضرط هذا هو السبب وما عندنا نوع ثالث فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم نلتقي غداً إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان